السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنقدم لك برنامج رائع، برنامج يصلح لجميع المحلات والمكاتب. ممكن تستخدمه في محل ملابس أو محل أو سوبر ماركت أو مكتبة أو أي بيانات تقدر تشتغل عليه. هنا طبعا بيدي لك الشاشة الرئيسية، شاشة رئيسية سهلة وبسيطة تقدر تستخدمها وتقدر تخش في الإدخالات بتاعتها مش من غير يوزر فورم، تمام؟ تقدر تخش على المخازن، وممكن تقدر تخش على المبيعات بتاعتك، وتقدر تخش على المشتريات، ودي النفقات، ودي التقارير، وهنا الربح والخسارة، وهنا الموظفين وبياناتهم، وهنا الموردين، وهنا العملاء. هنا بيدي لك اجمالي المخزون الحالي، تمام، المخزون الحالي، وكمان هنا بيدي لك اجمالي المشتريات اشتريت بكام، وهنا بيدي لك اجمالي المبيعات، تمام، وهنا بيدي لك اجمالي الربح والخساره في الايه في البرنامج بتاعك او المبيعات بتاعتك، بعد المبيعات، بعد المشتريات والمبيعات، عندك ربح ولا خساره ولا لا. هنا ادخال المبيعات، وهنا ادخال المشتريات وامر التوريد. طبعا البرنامج مجاني لوجه الله الكريم بالكامل، تمام. طبعا بنشكر الاستاذ محمود جعفر ان صمم لنا البرنامج ده، وطبعا سايب لنا الملف مجاني، فانا هسيب لكم الملف في الديسكريبشن تحت، تقدر تحمله وتقدر تدخل عليه وتقدر تشوف المميزات بتاعته، ممكن تختبر نفسك فيه وتعمل عندك الاكواد بتاعتك، والاكواد موجوده في البرنامج، اقدر استخدمها واستغلها واقدر شوف مشروعك ماشي ازاي. طبعا هنشرح البرنامج واحده واحده، من اول المخازن او من اول المبيعات او النفقات، كل البيانات دي هنشرحها ونسيب لك النموذج وفي ديسكريبشن تحت موجود معايا. طبعا لو مش متابعني، تابعني على قناه ممدوح جنينه على اليوتيوب، هتلاقي كل الجديد باذن الله. شكرا لحضرتك. ان شاء الله النهارده هنحمل عندنا برنامج حسابات لمحل ملابس جاهز ان شاء الله مجاني. طبعا بنشكر الاستاذ محمود جعفر في تصميم البرنامج، وده نسخه مجانيه بنشرحها وهننزلها للناس برضو على القناه، هتلاقي ملف العمل في الديسكريبشن تحت، تمام. هنا برنامج حسابات كامل ممكن تتعلم منه، تمام، ممكن تقدر تخش على فيديوهات الشرح بالكامل عند استاذ محمود جعفر، تمام. ولكن النسخه ده نسخه مجانيه. طبعا هنا المخزن، تمام، وهنا بيدي لك المخزن بتاعك واسماء الاصناف بتاعتك اللي انت هتبدا تشتغل بيها، تمام. ممكن تقول له مثلا هنا 1013، وتحط هنا مثلا تقول له مثلا تيشيرت نصف كم، تمام، ومثلا ايه رجالي، تمام. وهنا ممكن تكتب الوصف رجال، على البرنامج هنا مثلا تكتب شبابي، تمام. وهنا مصنع، ممكن تاخد المصنع وتاخد البيانات دي كلها كده زي ما هي موجودة كده، تمام. لو انت عندك مدة صلاحية طبعا بتقدر تاخدها، تقدر تعملها، تمام. تاريخ التوريد، تاريخ البيع، صورة الصنف، عاوز تحط صورة للصنف حط زي ما انت عايز، بتحفظ، تمام. وتخش من هنا على الشاشة الرئيسية، تخش من هنا على الشاشة الرئيسية بتاعتك اللي انت هتبدأ تشتغل عليها. هنا العملاء، تمام، بتقدر هنا تحط اسماء العملاء، تمام، مجرد ان انت بتضيف هنا عميل جديد مثلا مميز، اي بيانات بتاعته، وتكتب رقم الهاتف بتاعه، وكمان بتكتب البيانات اجمالي، هنا هيحسب لك اجمالي المبيعات بتاعتك هنا اهوت. طبعا هنا عن طريق دالة في لوكاب، تمام، زي ما انت شايف كده بيجيب لك المبيعات بتاعتك ويجيب لك ايه البيانات اللي موجوده، والمبلغ المدفوع طبعا اهوت، انت بتقدر تدي له المبلغ المدفوع الاجمالي، بيدي لك الاجمالي ويدي لك المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي كمان عندك في الايه في البيانات بتاعتك، تمام. يعني مجرد هنا اهو بتقدر تحط مثلا لو نزلت كده، تمام، هتبدا تشوف البيانات بتاعتك. هنا برضو حبيت تدفع هنا كده برضو في البيانات بتاعتك، هنا في النموذج اللي انت هتبدا تشتغل عليه تحط البيانات، ومن هنا طبعا بيقدر يدي لك ايه البيانات اهوت، بيقدر يدي لك ايه البيانات بتاعتك اللي انت ايه شغال عليها، ويقدر يدي لك البيانات بتاعتك بالكامل. خلاص بتيجي ترجع هنا، تمام، بترجع للشاشه الرئيسيه. طبعا هنا في الشاشه الرئيسيه بتاعتك بتقدر تخش على الموردين، الموردين برضو بالكامل هتقدر تخش على الموردين بتاعتك، بتكود كود مورد 1013، وتكتب هنا مثلا هنا اسم الصنف، مثلا الصنف مثلا اي بيانات، اقول له مثلا تيشيرت، تمام، تيشيرت كده، واجي اقول له مثلا رقم الهاتف، تمام، اسم الصنف، وتيجي تكتب هنا
اجمالي اللي اشتريته مثلا 1720، تمام، والمبلغ المدفوع هنا طبعا هنا بقدر اقول مثلا هنا 500 جنيه، تمام. هنا المستحقات بتبدا تظهر لك اهوت والقيم، وهنا عاوز تكتب اسم الصنف وتكتب اسم الصنف هنا والارقام بتاعته بالكامل من النموذج بتاعي، تمام. بنبدا نخش على المبيعات، المبيعات بتاعتك اهوت بتكتب اسم الصنف، تمام، بتكتب اسم الصنف بتاعك، يعني انت هنا مدي لك اهوت البيانات بتاعتك اللي انت بتبدا تشتغل عليها، تمام. عاوز تكتب اسم الصنف وتقدر تحط البيانات بتاعتك اللي انت اشتغلت عليها بكل سهوله، تمام. مجرد ان انت ايه بتقدر تخش على البيانات بتاعتك اهوت بكل سهوله، تكتب مثلا 1003، تمام، وتقدر تحط البيان بتاعك اللي انت هتبدا تشتغل عليه وتحط البيانات كامله عندك في الاسعار بتاعتك اللي انت هتبدا تشتغل عليه. كمان عندك هنا النفقات، بتقدر تخش على النفقات بتاعتك، تمام، المصاريف بتاعتك وتكتب التاريخ، تمام، وتقدر تشوف كل البيانات اللي انت محتاجها، عاوز تعدل فيه عدل فيه واقدر اشتغل عليه، عاوز تشتغل بيه زي ما هو موجود كده ادخال المبيعات، بيدي لك هنا شاشة ادخال المبيعات، تمام. في هنا ادخال المشتريات، بتقدر تخش على المشتريات برضو في النموذج بتاعك. هو البرنامج مجاني طبعا، في بيانات كتيرة جدا تقدر تشتغل عليها، تقدر تشوف التقارير، تقدر تخش على التقارير بتاعتك، تمام. ممكن تخش على ادخال المبيعات، تمام، هنا كود الصنف والاجمالي او طريقة الصنف بتاعك اللي انت الصنف اللي انت بتقدر تخش عليه، تحط الاصناف بتاعتك، تعمل بحث، تقدر تخش على النماذج بالكامل زي ما هي موجودة. برنامج موجود مجاني بالكامل، تقدر تستخدمه، تقدر تغير في الاشكال بتاعته، عاوز تعمل اي ادخالات تانية اعمل لها ادخالات. هنا اجماليات المشتريات طبعا، اهو اجمالي المخزون واجمالي المشتريات، وهنا اجمالي الربح والخسارة، وهنا اجمالي المبيعات، هنا ادخال المشتريات، امر توريد، وادخال المبيعات. نسخة كاملة بإذن الله هنسيبها لك، هنسيب لك النسخة في الديسكريبشن، تقدر تعدل عليها، تقدر تستخدمها في أي برنامج، مش لازم ملابس بس، ممكن تستخدمها في ملابس محلات أو مكاتب تقدر تشتغل بيه وتخزن البيانات بتاعتك وتعرف الأرباح بتاعتك. وهنا ممكن تخش على الموظفين، تقدر تخش على الموظف، تمام، ممكن تكتب مثلا هنا ياسر، ممكن تكتب هنا ياسر كده، تمام، وتكتب رقم التليفون بتاعه، أي رقم تليفون انت عندك في النموذج، وتكتب الراتب بتاعه مثلا 2500، تمام. وهنا تدي له المكافئات، وتقدر تدي له ايه مثلا، لو مكافئات مثلا 200 جنيه، وممكن تقول له كان عليه خصم 50، تمام، هيبدأ يدي لك ايه الاجمالي بتاعه المتبقي اللي هو 2650، اللي المفروض يقدر ياسر ياخده في اخر الشهر في النموذج بتاعه. خلاص، يبقى انت كده قدرت تخش من القائم بتاعتك، تقدر تخش على اي بيانات تقدر تعملها. هنا النفقات طبعا لازم تخش على النفقات برضو بتاعتك، هي تكتب مثلا ايجار، هنا مثلا انترنت كده، تمام، وتكتب مثلا هنا 250، وتكتب هنا التاريخ بتاعك مثلا اهو، تكتب النهارده مثلا 12/5/2025، تمام، هيبدأ يدي لك النفقات بتاعتك، تقدر تسحبها كده لو انت عاوز تسحبها، تقدر تسحبها، بيدي لك البيانات بتاعتك اهوت. هنا طبعا دالة موجودة معاك هنا في النموذج بتاعك، تقدر تستخدمها وتخش من هنا على كده الشاشة الرئيسية. الشاشة الرئيسية بتشرح لك كل حاجة، وبيدي لك اجمالي المبيعات اهوت واجمالي الربح، تمام، ومدي لك البيانات بتاعتك بالكامل في النموذج بتاعك. طبعا لو مش متابعني، تابعني على قناة ممدوح جنين على اليوتيوب، هتلاقي كل جديد بإذن الله. شكرا لحضرتك.